السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى من الله ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هاد الرنده. هذه رنده مطروزه بحال الطرز ديال طرز الرباطي باليد، والرنده بطبيعه الحال مخدومه بالفتيل على ثلاثة، وعندي فيها اربعه ديال الغريزات. ملي كتخدميها حاسبيه بحال هكذا، بحال الشكل ديال الحصير، من بعد كتبداي ترزيها هكذا. وكنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، يعجبكم المحتوى ديال القناه. ما عنديش فيه غير الرنده بوحدها، انا ان شاء الله قلتها لكم غنعمل فيه الصناعه التقليديه كامله عامه، من الفصاله والرنده والعقيق وكل شيء، كل شيء اللي بغى شي حاجه، والملف التكاشط ملصقين بالسفيفه والعقاد وديك الشيء. واللي بغى يتعلم شي حاجه مرحبا، اعملوا اشتراك وتشجعوني بلايك وبكومنتر زوين، وفرجة ممتعة ان شاء الله. انا عندي هنايا ها الشرح ديال الطرز، وشي حاجة غنخدمها بلا ما نشرح فيها حتى شي حاجة، وعندي الشرح ديال الزواقة فاش بديت كنخدمها في الاول. فرجة ممتعة. جوج، ثلاثة، ربعة. تنجيو في النص ديال هاد الخدمة هذه، ملي تنحسبو تنجيو في النص ديالها، وتنبداو بحال هكاياها باش غادي نطرزوها. هادي الراندة مطروزة، ها هو الخيط كندخلو. الخيط بطبيعة الحال مبروم على ثلاثة بحال الخيط، باش الضربة اللي نقصنا من هاد الاتجاه هي هادي، تنزيدوها في هاد الاتجاه. الضربة اللي نقصنا من هاد الاتجاه هذا تنزيدوها في الجهة التحتانية. هاهي صافو، تنبقاو غاديين بيها بحال هكذايا. هاد الضربة اللي كنقصو من هاد الجهة تنزيدوها هنا في القدام. كان الوقت فاش كنساليو
من الوسط حتى الحاشيه حتى الطرف، ترجعوا لهاد البلاصه هذه فين خدمنا، ترجعوا عاود ناقصين ضربه، ها هي ناقصين واحد الضربه كيف ما بدينا من هاد الجنب وهبطنا هكذا، غنبداو من هاد الجنب ونهبطوا بحال هاد الجهه بحال هذه، ديك الضربه اللي كنقصوا من هاد الموضع من الفوق تنزيدوها في القدام باش كنبقاو غاديين مايلين في الرنده مطروزه، هي هذه عكس الرنده مطروزه بوانتي كروا ولا مثلا بوانتي كروا ولا الرنده ديال هذا ديال البريد، هذيك شويه كيجي صعيب، اما هذه انا بديت لكم هذه المره بهذه سهله، مره اخرى ان شاء الله غنعملوا البريد في الرنده. ها انتم شفتوا كيف كيجي، كنخليو عاود جوج ديال الضربات، ها وحده ها جوج، دابا حنا غنطلعوا الخيط من الجهه التحتانيه، تنخليو هاد جوج ديال الضربات حنا ضربنا هنا، وغنخليو وحده جوج ونخرجوا الابره، ها هي دابا حنايا المره الاولى كنا بدينا من الوسط باش تنقاد، وكنزيدوا جوج ديال الغرزات، ها وحده ها جوج كانت كالبره، هنايا دابا غنبداو العكس، غنبداو نرجعوا من هاد الجهه التحتانيه كنرجعوا غرزه، وكنزيدوا في هاد الجهه الفوقانيه غرزه، الجهه التحتانيه نقصنا هاد الغرزه والجهه الفوقانيه زدنا هاد الغرزه هذه، صافي كنمشيو بها هكذا وهي كامله حساب. دابا هنا عندنا واحد جوج ثلاثة والرابعة هي القلب هي الوسط، حتى هنايا واحد جوج ها ثلاثة غنزيدها، والرابعة اللي غنعمل الوسطانية غنرجع الاتجاه الاخر، غنميل الاتجاه التحتاني شغل، كنبركو في هذه كندخلو البرا ونعاودو نخدمو بحال كيف ما خدمنا هنا في الاول، كنقصو من الفوق وكنهبطو للتحت، دابا غنبداو نخدمو بحال كيف ما خدمنا في اول مره، كنقصو من الفوق غرزه خارجين، فوق وحده وكنزيدو في التحت وحده، كنبقاو هابطين مايلين، المهم كيبقاو يبانو لنا هنا جوج ديال الغرزات، ها وحده ها جوج، وهنا خدامين بجوج ديال الغرزات وحنا هابطين مايلين، ها هي احنا دابا سالينا هنايا هاد جوج ديال القلوبه بحال هكذا، هذا واحد وهذا جوج، تنجيو ثاني باش غنخدموا الكوزه اللي غتكون في الوسط، تنخليو ثاني دائما الابره في الاخر تندخلوها كتبقى لنا لتحت، تنخليو جوج ديال الغرزات هذه وحده هذه جوج، كنجيو نطلعوا حتى للوسط الوسط ديال هذه، تنخليو عاود جوج ها وحده ها جوج، وتنطلعوا البره باش غادي نخدموا ديك الكوزه الوسطانيه، واحد جوج ثلاثه، ها ثلاثه جاتنا هنا، كنخليو عاود واحد الغرزه هي هاد البره جات هنا، تنزيدوا هاد الغرزه هذه ونحسبوا ثاني واحد جوج ثلاثه، والرابعه اللي غنسكي فيها البره، ها هي صافي، وكتجي كتبداي تخدمي هكذا، من هنا كتنقصي وحده ومن هنا كتنقصي وحده حتى كتشديها، كتشدي ديك الكوزه هذيك وحده
ها جوج ها جوج ها ثلاثة، هي كتجي كاملة غير حساب، غير تحسبي ليها الموضوع ديالها راه كتجي كاملة حساب. والرندة دائما دائما كتبقى واحد الاتجاه كتبقى فيه غرزة زايدة، اما من هاد الجيه واما من هاد الجيه، مستحيل باش تجيلك الزواقة شادة على هاد الطرف وشادة على هاد الطرف. شحال ما عملتي في الغرزة، يا عملتيهم بالفرد يا عملتيهم بالجوج، ما تجيلكش بصفة نهائيا الزواقة من هنا تجي شادة حتى للطرف ومن هنا تجي شادة حتى للطرف، بالاخص في هاد الجوزات هادو ما شي حاجة اللي هي الحساب. الا رديتو البال في هادي، هادي ها راه زايده وحده على هادي، وهنايا واخا نزيدها ماشي مشكل، الا نقصتها غادي تبقى تبان هاد البلاصه الخط خاوي، ولكن في الجوزه فحال هكذا فحال هاد الوريده لا ما نزيدهاش، الا جيت نزيدها غادي تعوج ليا الزواقه، فهادي ما جاتش باينه. ولكن الا جيت نعملها هنا مثلا، غنقولوا نعملها هنا ولا نعملها هنا باش نجيبها على الطرف، مستحيل. يا عملتي الراندة بالجوج مثلا ربعة ستة ثمانية، يا عملتيها بالفرد مثلا ثلاثة خمسة سبعة، راه ما تجيلكش الزواقة شادة من الطرف حتى للطرف. هذه ها هيكونوا البنات متأكدين منها. ها هي كتنقصي هاد الغرزة، وهنايا تاني ها هي البرا في المتكية، هنا كتجي كتنقصي عليها عاود غرزة واحدة صافي، واش مشي بيها بحال هكذا. كيجيو ثلاثة ضربات، صافي. دابا كيتسماها حنايا سالينا هادي، هاد الجوزة هادي في الوسط، وطبيعة الحارة دائما البرة كتبقى من التحت. كنخليو جوج ديال الغرزات وكنهزو هنايا، راه نبداو نخدموها بلا ما نجيو نبداو من الوسط عاد نبقاو راجعين هنا وراجعين هنا. هي راه غير تعرفي لها الضربه ديالها كتبداي تخدمي بلا ما ديري ديك الرسمه الاولى وعاد تبداي. خلينا جوج، كنجيو هنا كندخلوا البره، عاود كنشبروا جوج الغرزات، ها وحده ها جوج، صافي. كتبقاي تنقصي غرزه من التحت وتطلعي بغرزة من الفوق، نقصي غرزة من التحت، هي وتطلعي بغرزة من الفوق، وكتعاودي العملية هنا، تنقصي غرزة من التحت وتزيدي غرزة من الفوق. هنا واحد جوج ثلاثة، وهذه الرابعة غتكون هي الوسط. دابا غنبدا راجعة هابطة، والهابطة هي اللي كنرجعو هاد الجهة اللي كنا نطلعو نزيدو نطلعو فيها الفوق، كنبداو العكس هابطين فيها لتحت، والجهة اللي كنا كنهبطو منها كنزيدو فيها. ها هي هنا نقصنا غرزة، وهنا غنزيدو غرزة، ونزيدو هنا كنظن راه هادشي مفهوم وساهل. مزيون، اما الا بغيتي غير ديبانيه باش ما كان، كوني متاكده راه تبان الحاجه في الشوفه انت كتشوفي فيها كتبان لك عوجه. ايوا هو هذا. دابا هذه انا خدمتها معاكم بالشرح، غنخدم معاكم وحده